اداء منتخبنا النهارده. كان لسه معايا الكابتن محمد عبد الجليل، فبنتكلم على فكره انه رد فعل ولا فعل في هذه المواجهه. وانا كان رايي، والكابتن محمد يمكن اتفق في هذا الراي، انه انت ما كنتش هتقدر تبقى فاعل النهارده مع الحاله البدنيه، مع قوه المنتخب اللي بتلعبه، مع جاهزيته البدنيه والفنيه، كان صعب تجاريه هجوميا ودفاعيا. صح يا كريم، كمان مع كل الاصابات اللي حصلت، مع الغيابات اللي حصلت، مع حتى ايقاف كيروش اللي فيه تعسف كبير قوي يعني، وفي ظلم كبير قوي، تعرضنا لظلم على مدار البطوله، ولكن اللعيبه كانت رجاله قوي. على فكره ان انت تبقى رد فعل في الملعب دي مش حاجه كارثيه. انت كسبت على فكره المغرب، كسبت الكوديفوار، كسبت الكاميرون لما سبت لهم الاستحواذ. برافو عليك. ده استراتيجي الراجل بيعملها، ده تبين عنده خبرات كبيره، واللعيبه بتقدر تنفذ الاستراتيجيه لان اللعيبه مصدقه ان انا عندي مدرب كبير، ان انا عندي مدرب بيوصلني للمناطق اللي انا بعرف اكسب منها، مدرب بيحميني فنيا في ارض الملعب، مش بيعرضني للمواقف ان انا حبان فيها قليل، لا مدرب عارف انا امتى هفانكشن كويس، ومن امتى هضرب المنافس، ومن امتى ممكن يبقى عندي قصور، وما يخلينش يحطني في مواقف القصور، يحطني في مواقف القوه. أيوة. ده اللي كيروش كان بيعمله. ده اللي كيروش عمله ووصله نفسيا، ذهنيا، فنيا في الملعب. مش بس نفسيا وذهنيا، لا بس كمان فنيا يا جماعه، لان فكره ان احنا نقول اللعيبه بس كانت رجاله، اللعيبه كانت رجاله قوي، واللعيبه اشتغلت قوي يا جماعه، وتعبت قوي فنيا في ارض الملعب، وجريت كتير قوي، وخلصوا بدنيا. والراجل اشتغل، والراجل ما كانش عنده كسل تكتيكي، والراجل ابدع في طرق اللعب، وابدع في البيلد اب على مدار البطوله. عارف في كوره صعب عليا فيها النينجي، لما كان في لعيب جنبه وبصاها بره في الاوت. طبعا انا قاعد بتفرج على زمايلنا، يا نني ومش عارف ايه، قلت لهم يا جماعه ده مش جرافيكس، ده مش بلاي ستيشن. ايوه صح. يعني في حاجات اللي هو الراجل ده جري كميه جري. أيوة صح. ما يجلوش نجولو كانتي، انا مش والله مش ببالغ، انا بحب نجولو كانتي، ده اعظم لاعب وسط بحبه في العالم. صح. بس ده جري ما مش طبيعي. صح. يعني طبيعي في حته هتفصل، مش قادرين ومش قادر يفكر. صح. باظت.